إخوان، السلام عليكم ومبارك عاشوراء. إيوا، ما حنايا مانعين التعرج هنايا، لأنها تتسبب في لا بوليسيون الساوند بوليسيون دي، لأن مكاينش عشرة، ولكن التقاليد المغربية ديما خصنا نحتفظو بها، لأن الإخوان ديالنا بحال المروكي والمغربي بداو تيضربو التعرج، هاديك من التقاليد ديالهم خصنا نحترمها. معنيش واحد السيد كتب ليا من معرفتش شي دولة، واش حنا واش هاد الدولة تتبان ليا بحال شي تان جداد، بحال شي دولة ولا شي مدينة في أفغانستان. قالك سميتها تان جداد في الجنوب الشرقي ديالنا هنايا المغرب. قالك ما فيها لا خدمة لا ردوة، الدراري تيقراو ولا لا. ايوا يا اخي، وقال لك حقاس بين شويه اش كتبوا لي. ايوا قال لك دوك المنتخبين مع شحال من العمومه تما. ايوا هذيك بحال تنجدال، عمري ما سمعتها في الجغرافيا، ولكن اليوم غادي نعاود لها السميه ديالها تنجداد في الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي بحال قلتي الله يما بركان ولا داكشي، والاخر فين كاين الشاربون الله يما فداك هذاك المجنون اللي داهم الحبس قتلوهم بالفرقونات. معليش ما نتكلمش على داكشي. لا دابا الموضوع ديالنا هو هذا، الموضوع بعدا موضوع اللي حنا ما عندناش الموضوع، حنا غادي نسمعوا عباد الله اش تيقولوا تنحلوها وتنرجعوها نميمه باش ما ناخذوش الذنوب. قالك واحد تكذبي، واذا كنت نكذب انايا يا حمار، ويقولوا لي حاكمين عليك ما تكذبوش. ايوا وانت دابا شوف بعقلك وقول لي ني انت يا تتوجهني تتستهزا وتتهاجمني من هاد القناه وتقول لي انا لا. انا قلت لك النهار الاول راه ما تستفاد حاجهك تقلوا فهمتي. هنايا هنايا قالك واحد تشربوا. ايوا شو ولا شربنا حنا كاع سوقك شنشربوا بفلوسنا ولا فلوسك فهمتي. بان لي هذا مابقاش تصدعوا لي تجيبوا لك شي لا راه سكيري. واش من سكيري هي دابا اوروبا كلهم والعالم كلهم سكيريه. وشوف الدوله ديالهم كيف مشيه. ها وانت هي الدول ديالك اللي عايش فيها انت هي اللي مشين هادوك اللي ما تيسكروش. شوف واش داروا لكم الشفره والغش والفساد. فلهذا ما بقاش حنا نجوع، حنا نجوع عندكم دابا في وسط الليل زعما تسحرنا باش نقرقبوا معاكم هنا ونقول لكم ماشي اش واقع. ايوا بحال دابا هذاك اسمو هذاك اسمو داك ديال الزعلوله تيعاود لي تيعاود لي شي فيلم قديم. هاد الفيلم تكلمت عليه شحال هادي، هو ملي كان يتكلم على داك حمزة مون بيبي. احنا قلنا داك المشكل ديال اسمو ديال هاديك الدولة، هاديك ماشي دولة غا شي مدينة فيها لا بحر لا والو، كاين غا النيبة باش تدور تما. معليش هاديك حتى الملائكة مكاينش فيها، هاديك الملكة هاديك المدينة المدينة الحمراء غنبقو عليها المدينة الحمراء النخيل تقولو. معليش قالك ما فيهاش الملائكة، واش من الملائكة هما الطيارات واش ولا غيبقى ينزل على المانيش. مانيش يتكلم هو تما قال لك هذا هو سيدي. كاين واحد السيده شتا انا شفت الفيديو ديال المرا دار هذيك مرا مرا بيدوي معرفش بها الف راجل ولا معرفش كل شتا هذي السيمانه اللي فاتو كيما قال لي الناس تكلم عليها فهمتي. وانا دابا غادي نتكلم عليها. يا ولاد القحاب خلوا المرا تخرج من الحبس، علاش شادينا ما عندكمش نتوما اللي اسمو البيل ولا لك ليبرتي بروفيزوار تتحاكم. شديتوها وشديتو ليها تا ولدها، علاش؟ لان ولدها كاك صورها يا ولد القحاب. يا شنو تقاو انت ولا الحكومة ديالك تقاو الحكومة هادو فاسدين. دابا دابا اي واحد يتكلم تيخشو في الحبس، لان ما عندهمش كيفاش يردو عليه، لان هذيك الاذاعه اللي غادي ترد باسم الحكومه
فاسده في هذاك العريشي، وديك القناه ديال قلوات القناه ديال الدوزيم فيها هذاك سليم الشيخ حتى هو غصاب فاسد. فلهذا دابا هادو شكون الله يعرف الدوله ولا الحكومه، دابا اي واحد تينوض لهم ما تيقدوش ينوضوا ويحرشوا عليه الجرائد ولا الميديا ويخليو، لا تيجيو يشدو يدو ديك الكوميسيريا يعملو ليه المحضر وتيقول لي سيني هنا هنا ولا فين هنا ولا لا تيسيني هنا وتيشدو. دابا هادشي ديال نسمع هذاك الدري هذاك اسمو هذاك ديال الزعلولة هذاك، ماشي الزعلولة هذاك الهوك ديك الدوخة عباد الله هذيك، معليش دابا هو دابا هذا دخل هادشي دخل هادشي دخل ديريكت هو داك صاحبو داك القرع من الفاسي هذاك، فاسي قرع معليش تحية سي نبيل معليش. دابا هذا الدري هذا تحفة تحفة، عاد نسيت سميتو، دابا هذا خرج ليهم ديريكت واش كيما سحروا لي في المغرب داروا لي بحال هكا داروا لي ديك السحور ديالي هنايا هو دار فيهم. لا واش هادشي هادشي الاخ تحفة هاد الهضره تقول فيها حنا قلنا لكم شحال هادي معنا مني يلاه حليت القلم ماشي قناه السويس لا هادي قناه ديال تبركي قلت لكم هادشي ديال مراكش راه هذا هو ديك السيده هاديك قال لك واحد كان تيبيع سياني سني سني كروات تولي تيبيع سني قلوه هذا ولا لاباس عليه هذا القوال هذا كان عساس تيبيع جافيل دابا زاق تيبيع واش ماشي يبيع تيبيع فازلين معليش مش سوقنا. هاد المراه هادي جبداتهم واش تيها حنا ديك القواله ديك القواله تاهي راه معروفه هاديك جبدات سميات عا كاين وحده معليش ما نجبدوش سميات خليو الناس بحال هادو هما اللي غيجبدو السميات. انا قلت لكم راه المشكل راه فين هذا اسمو هذا المديمي هذا المديمي مشكل مشى ضحيه قول بول القحاف راه هذا اللفت معليش. ودابا دابا نسمع على ما قالوا قال ديك اسمها ديك اسمها ديك اسمها ديك الدريه اللي تعيش في ديك الصحراء الامريكانيه مولات الكلبه البامبي هذيك قالت لك بان هذاك موت اسمو موت المديمي قالت لك زنزن دكتورة انت يعني دكتورة بحالي انت انا دكتور انا الدكتورة قالت لك هادي قالت لي الله يرضي عليك الله يطيرك فرقي هاد الموضوع مبقاش تكلمي على المديمي بيكوز يو نو دوين هيم اني فيفر جست ميكين ات وورس معليش. هادشي اللي قالت هاديك اسمها هاديك اسمها اسمها هاديك الدرية هاديك منى الرباطية ولا منى ليزا معليش هاديك قالت لك تسمع واش ما عرفتش تسمع ولا تشوف معايا هاديك مولا تاهي ولات بوخا الويضا تجيب شي خبر ما فخباريش عليه معليش قال لك عاد تمشي تعمل لك اسمو ما عرفتي والله ما تيجي ولا ماشي شي حاجة ولا هي هداك هداك اسمو الجبلي الجبلي في الميريكان وفي غتكون جبلي في جبلة جبالة تولي جبلي ملي تخرج على البلد ديالك تولي جبلي في فرنسا ولا هادو ما نفتحيش اخا جبلي في البيت قال لك هو مولا واحد الدرية اخرى ما عليك شي زين شي وحدة تخرب في الماكلة ايوا قال لك هادي عرض عليهم تحفة ايوا يديرو الفيديو سيرو معلاش لا جود 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 بابليسيتي فهمتي جود بلاغين معلاش انا ماشي سوقي هادشي هذا فاهم انا وقت كنت مسير تيبان لي داك مول الكميات مول الكميات مخلويط مول الكميات ما كنقولش صحابو مخلويط عرفتي هاد الشي مغاربي عرفتي يبان لي بحال شي شفارة هو دوك صحابو المهنيين والمهنيين ديال علاش تصب الكميات في مصدع النكرة معليش سي طحي سي العضرة معليش ديري الماسك ودنا نقول حاجة اللي الناس يقولي خصك تسافر فين غادي نسافر هذا فصل الكمية ديالو وعامل الماسك وحنا ما عندنا لا ماسك لا فوسط الكمية لا والو ايوا هادي كنهضر هادي صوب هاكا مهني واش مهني مركب مع ثلاث شفور وقلت يتسارى بيهم مونتريال ايوا والله ما عرفت هادا ودابا دخل دابا الهضرة ما كان في الفلوس الفلوس اللي وعدنا بها راه خادا وسكت عليها ايوا حنا ما ايوا السيدة تشوفو في الطيلات مخيرين هو هنايا ومنين جاو الفلوس ايوا 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 الهضرة عطينا حقنا الله يرحم باك
نبقى ندعوك الله توا ما شاء الله محكمة عندك الله عطيني فلوسين الله يرحمه فرق لي الفلوس هيك كين قال لي مسكين شرا بيهم الدار في اللي خارج على مونتريال فمانيش كنا والله ما عارفين كنت باقي 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 هنا معاكم الناس اللي قالوا لي هذاك اسمه ذاك والله ما كنت عارف اسمي ذاك الجزائري اللي خدنا في العراق شوف العراق خدنا في قطر خدنا في قطر ما بقاش عاقل هذوك الدول العربيه ولا داك الشيء ولا عندي بحال والو فهمتي والله ما نعرفش هو في قطار ولكن بهذيك الشركه ديالو خاصها تجري عليه انه هيز برينغ ذا نايم وفي هيز كومباني انتو ديستريبيوت ايوا انت خدام هنايا مخدمينك بواحد الصالير باش تكلمنا على الكره تاخدي نتايا بدون امر ولا بدون اوتوريزيشن في القناه ديالك تسبلنا حنا في المغاربه وتحب حنا نسكتو لك دير امك تحل في امك حنا نجاوبوك من هنايا فلهذا رحت قول امك من هنا واش نخسر معك الهضره لان فهمتي فهمتي دابا انت خدام مع هذيك الشركه يون سبورت بس دين مو هذيك الشركة هذيك خصهم يجريو عليك لأنك في الكونترا ديالك ما عندكش الدخل في هادشي ديال خارج الرياضة ولا الكورة فهمتي وانت اللي بالك الكاميرا دوك تشيك بديت تجي تفهم اللي هنايا وانا ما غنبقانيش نشد معاك بحال شي درية نقول لكم هذا المنبر الله يا ولد القحبة ونسمع على دين امك جبل المغرب نخرج دين امك من هالجهة ولا من هالجهة بحال انا ما عقلت عرفتي شكون انا هو اللورد ابي وديني مرحبا بك فهمتي انت ولك قطر معاك دخل انا بدي نحيدوك لا كوب ديمون نديرو لكم من دابا معليش خلي انا بهذا المشي ما شي ماشي ندخل فيه انا ماشي انا ماشي دبلوماسي قلت لكم النهار الاول ولا النهار الاخر قلت لكم ماشي ماشي الدبلوماسية ولا نخلي الدبلوماسيين لا عندنا شي دبلوماسي انا شك ان الله يمقد عقلي لا بلا شي ما الله ما عندك واحد الاخر صيفط لي صيفط لي لاطاي ديالو شكري شكرا شكري شكرا شكري غنبقى نفلو ان شاء الله غدا غتمشي لك ديك ديك التيشيرت راه صيفطنا ربعة لكندا دابا غادي نصيفطو لك الدولة اللي هي مي غادي تكون غادي سميك استابليفت نمشي استابليفت خد فردو لا استابليفت هذا داك الترن تيدوز عليها تعمل ستوب ليل اللي ماشي الليل 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 لا النهار الليل كاين واحد الليل مدينة في النور دو فرونس هي من تما تدوز تدخل عندك صحاب ستيلا ارتوا لي مول فريتا معليش تما يلا متخيل التيشيرت الحق ان شاء الله ان شاء الله الا بقينا في الوداد اما الحياة ما فينا فينا وانا شنو فيك علاش نتكلموا دابا والله يبقى دابا انا دابا لا تنشبون تقول لي تكلم تكلم اش نتكلم ما عندي علاش نتكلم عندي ما كاين والو غير واحد الدار بيضاء ولا الزباله انت عاد قلتيها لي هي الدار بيضاء الزباله النهار جو هادو القحاب هادو العداله والتنميه اشنو قلتي اخنوش بدا الانتخابات ديال من دابا ايوا راه السيبه هذاك راه تيقول لي هو صاحب الملك تدير لي عجب وقلك دابا يترشح في الانتخابات ديال اكادير اللي ولا هو رئيس العمله وزير الفلاحه الشتاء الماء الصيف الصيد هذا وزير الله ولا هذا اسمها دي العمله ديال اكادير اللي ماشي هو هذاك يترشح في المجلس ديال اكادير ولا السي خلوش بالفلوس اللي عندك ديال 17 مليار واش تفهم معناها وعلاش ما تخرجهاش وشو معاك داك طوانجي وديرو معاك جيبوه عندي وخليه هو يتكلم باش يبقى علينا بالتفاؤل وداك النوار اللي يسمينا النوار والتفاؤل ايوا دخلو معاك علاش لا عليك بحال دابا لو ترشح في اكادير شوف مع طوانجي هذاك راه عنده ولكن وعدتينا ماشي تكتب علينا عندي ومن وعد فهو ولا خويتي بالوعد ديالك غادي نشبع فيك سبان انتي انا الناس صحابك قال لي جي عندنا الرباط راه عندنا المقر ديال اسمه الاحرار قال لك شينا فلوسنا ولا شي انت معول عليا نخلص عليكم باش نشد المقر ايوا هذوك الاخرين داروها لانه في الحكم
خدوا الفلوس ما كانش اللي حاكمهم اليوم الماجوريتي، واش شادو شدو الفلوس مشاو منهم المقر ديال المال العدالة التنمية ولا تلقى شوف هذا الاخر بلا فلوس بلا فلوس الشعبية وعندهم فاش تصوتوا عليهم ودي شوف ها هي هذوك المغاربة وانتم شوف الا كنتو حمير صوتوا على شي واحد اخر الا كان عليكم هذا معروف الحومة ما تصوتوش عليه صوتوا عليه واحد اخر جديد. واش دابا هذا برلماني 52 عام في البرلمان واش نو انا هنايا في الانجليز 52 عام تمشي من هنا ونجي من هنا ونمشي من هنا ونمشي من هنا ما تبقاش في بلاصه. اللي واحد المغربي كتب ليا قال لي انت كلتي فلوس الجاليه يا اخي بغيت تدخل معايا في هذا الموضوع خرج ديريك واش تايا الحمار تنجيبك بورقه ديال المخيم ونمشي نتلقى عليك في المطار ونجيبك في الطاكسي وندخلك ديريك السنك ديالك لافابو باش تعمل لافيسيل ها والمية تسالي جمع باليسك ونديك عند البولونيت نعس هادشي كلشي فابور وانت شنو هاد العقلية على خير حكا خلينا فلوس ما خدتلك لا فلوس لا انت لي خدتي لي فاك الوقت ديالي انا كنت ديك الساعة غنسمعك جاي نحركك في المطار ولكن انا كنت غافل نتوما غافلين ايوا تاقا غافول مع غافول او المغرب يسحبو كدا جي من المغرب باقي هذا عرفتي مني دخل الكوزينة قالك شتي شي طاس تياكلو تبقى يضحكو عليه عباد الله ايوا على خاطر اللي يفهم قالك في الجالية حط قواج من الجالية العطاي ديال المغرب ملي كنتي باقي لابس تنعاونوك من هنا ونعاونوك من هنا ونعملوك لي فورم ندبرو عليك على ودابا نختي ورقة دابا يتهم وراح تقوي عليك تقول لي فلوس الجالية ما كاين لا فلوس الجالية لا جاليتين فهمتي لا جيلاتين معليش فين نتكلم عن هذا وغادي نبعد الناس نجاوبهم على الأسئلة ديالهم لأن تيجاوبوني قال لي واش نصر الدين كان مفتي الشغل إوا خوا كان خدام داك بيرو دو بلاسمون اللي كان في هاديك اسمها اللي الخرجة ديال الكيرا بدي يخرج الكار بلا ستيام ديك الرومبا شنو شي ميكولور باش ديك الرومبا تما كان واحد بيرو دو بلاسمون كان خدام فيه تما واش كان مفتش الشغل ماشي مفتش هذا نصر الدين هذا من العائله ديال الغزالي مساكن اللي ضربت من العين هذا ما عرفتش داك الوضع دارو فيه بومبا عرفتي تكون جاي من الصاد فيه كاين ديك الرومبو دورت يدك لها الجهه تشوف ديك الخرجه تيخرجوا الكيران ديال الستيام تيمشيو ولا مشيتي معاك جا اخرى تمشي الاتحاد المغربي للشغل بلي واحد باقي عاقل على الدار بلا والدار بلا اللي باقي عاقل عليا ما بقاش عاقل حتى شي واحد مني قال لي واحد دير الواد ديال المقاطع لا رفقوا بالحيوان لا حنا بغينا نديروا الواد من لها الناس يشوفوا الحوت ويشوفوا التماسيح والناس تبرع بالبيئه ديالهم فهمتي ماشي دير المقاطع لا حنا ماشي كاع داكشي كفار حنا غنديروا الحيط الصور كما تقول ديك اللغه ديال الفوق غنديرو الصور وغنديرو مع الواد تبع الصور فهمتي باش هذا ونديرو فيها كازمو باش نديرو فيه الأشجار في الواد وشو نديرو التماسيح واللي بغى يقطع ويدخل للدار البيضاء هو بحال هو هذا فهمتي حنا متنقتلش واحد حنا نخلي النيتشا تا كيتكور تا قاطع الواد بلا برمسيون كان داك كركودال الله يرحمك ولكن هادي المالي فهمتي هادشي اللي كاين فلهذا ما نطولش عليكم لانكم جاكم النعاس وانت جاي النعاس هذا ما كاين ما تجيبوش كتجي شي حاجه اخرى انا قلنا حنا تكتبوا لي مره وكيما عرفتوا تكتبوا لي اليوم ما كتبوش لي اليوم غادي نشوف كاين واحد اخر هذا بحال ما الناس يتشكاو دابا دابا هاد الشهر الناس هنا في الناس يتصيدوا تيتجواج وهذا ويطلعوا فوق العمارية وهذا ويدوز الكارو عامل دي كادو وهذا ويحنوا لي هو تيجي هنايا ويخرج للطريق هو تيجي للمغرب تيجي للخارج تيبدا يوريهم التصاور شوفوا هناك فوق العمارية كامبو علاش هذاك الشيء التقاليد تيخرج هذا تانتي مشيت العام الجاي تيجي تطلق تطلق ولا حاجة أمي ما بغاتكش أمك ما عندها فيها تسكنة أمك سكنة بيت وهي فيها تسكنة
يعني شو هادشي اللي وقع، هادشي التقاليد المغربيه يعني. تحيه الاخ يونكي وحق بلاكي مسكين، كان عنده شي عمليه جراحيه ولا شي، اي تي اوسبيتاليزي كيما قال هو، ديك اللغه ديال بارلي فرونسي هذاك. وسي الله يشافيك، ونتمناك ترجع للميدان عاوتاني، توحشناك. انا معني معنيش في نشد ماشي بحال داك خالد ديال بارلي فرونسي اللي غادي مشى هو المدام ديالو دوز لي فاكونس او سونتر دو لا فرونس دون ان فيلاج كولبير. معليش هذاك الشيء اللي قال لك بي ان بي، كرا دار زوينه، عندي جوج بيوت او الحمام الصالون الكوزينة التلفزيون كلشي ب 700 يورو. 700 يورو في المغرب الله تاخدها في المغرب خصك بالقلة 1400 يورو. ولكن في المغرب علاش تيديرو ماشي تي حلا بحال يعني غنجي نومرتي ولا كاع شي تجي مع جوج ولاد في المغرب، تيجي مع نسيبتو وتجي مع اختها فهمتي. ايوا يعني انت جي هولدر ولا جي الحرب فهمتي. هادشي ديك ار بي ان بي ما تاكلش في المغرب، لان المغرب تكري دار وتيجي في الصيف تجيب العائله وتيجيبو معاهم داك المجمر، لا تيجيبو معاهم جوج مجمر، واحد ديال العمليات وواحد ديال يشبو فيه ولا شي فهمتي، يخنزو لك الدار وهذا هما يمشيو انت تبقى في الاصلاحات. لا دابا تاكلشو. تحية لسي خان اللي قالك راه مشى باش تعرفو مروك، يهز مع دلاح ومخبي على مرتو، جات مرتو باش تقلب على الحليب على الصباح باش دير مع داك الكونفليكس، وهي تلقى دلاح تصحاب شي بومبا. وانا فيما مشيت يدي مع دلاح، دلاح دوك صحابو سلم لي على هدا وسلم لي على هدا وسلم لي غادي يخليو. فاني ما نطولش عليكم بزاف لان بديت نعيا، ولا بديت نعيا غادي الله نشوف شي واحد اخر اللي كتب لينا. حكي الناس تكتبو ماشي تكتبو هما تيكتبو وتيكتبو تيقول حقا ما حقا كاع تكلمو على لا موسيقى. موسيقى فاسدة كاين دوك ماشي زبالي 20 عام ولا القحبة وما دارو والو، تا من الجزارة ما قعدو من الحملة والو ولا الكلاب تسنى تما. إيوا القحبة تما كاين تما، كاين واحد القصر ديال الملك تما في الصغابة قريب تما ديال كان ديال الحسن تاني لا ودابا ولدي الملك كيعطى البرنس تشار. حد الحسن كان عندو واحد المهمة وماشي خوا بيه ماشي عرفتي، وقال لهم تهلاو فيه ودوه لتما شي عام. كان الحسن يتلاقى معاه، لكن كان الحسن كان عندو مهمة مشا وخلا ليا برانس شارب وحشات. علاه ديك النهار قال كنت نتكلم على أفغانستان، شكون أفغانستان؟ أنا في أفغانستان ميخدرو هاديك في أفغانستان. فرنسا مربحاتهمش، جاو الانجليز ما ربحاتهم، جاو الروسيين ما ربحاتهم، وجاو الامريكان ما تربح. كيفاش انت غادي عسكري امريكاني تيفيق مع الصباح كاين هاديك اسمها ماكدونالد، وكاين ديك الهاي وورك، وكاين ديك السبورت كار، وكاين ديك الماستانغ ولا شي، وتدي انت عسكري تيلحق تما بالليل تيفيق مع الصباح تيخرج بالليل تيتلف تيقول واه راه يا مفاق هنا، او تيتسطا. اولا هداك الشوق ميقدرش يحارب باسم امريكا، غادي يقتلو غادي يخلو تيعيو تيجيو تيهربو. ولو كان فغان ما تعرفو لا حمام لا كوزينه لا والو، ما تعرفو والو، ما تعرفو تيخراو تيمسحو في الارض. هادي هو هادشي اللي كاين. اش كنتكلمو؟ ولكن ممكن نتكلمو هادي، خليكم في الناس وانت نمشي ناس والله يطول عمركم. قال لي الناس رجع للبار، والبار والبار محل بقى اليوم في البار، ما خصها مره مره نخرجوا يفوج انا نفوج على راسي مني. هو هذا وعاود كرك وورك سيت ناس الله يرحم بيه قال لي المصنع ما بقاش يجيبوا لي المشاكل، انت خلقوا لي المشاكل مع الحزب الاحرار. الحزب الاحرار قال لي يعطيكم مقر، فاعطيني مقر باش يعطي يعطيني بلاصه في المعهد ديال في الهيد كوارتر سياج كيما يقولوا هذيك اللغه الفرنسيه في السياج ديالو، يعطيني تما ايطاج نعمل فيه البار ديالي. قلت له هذه فكره حسنه، شكون يسدو ليا؟ حنا دوله اسلاميه، واحد تقوى دوله اسلاميه بقا تكذب عليا هو هذا القحبيه المنافق. ادخل وتصلي صلي دارك وتعبد سير. قال لي واحد مشي للحج راه قريب تموت، يا خويا الحج خلص عليا بيه وشي من اللي خاسر عليه
واش هو اللي يقول نتايا كمسلم عاش هذا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، والحج الى بيت الله الى هذا، فمن استطاع اليه سبيلا. وجيت يقول لي نمشي للحاج تقول غادي نمشي للقصر، ما كاين القصر الفي اي بي، ما الفي اي بي وشنو، الله يرحمك. احنا غير عن الحج، منين يديروا الحج في الصحراء يديروا ريبليكا، ريبليكا تما غنمشي للحج تما. كاين دابا الحج في السعودية وكاين الحج في المغرب، وحنا العلويين راه هذاك راه من العائلة الملك هذاك اسمه محمد السادس. ايوا اي هذا عاود كرر مني هادشي اللي كاين، ما كاين والو، حتى حاجة والو. يلا خلينا الناس تصبحوا على خير.